المعرض جميل جدا بصراحة السنة دي، ومقدمين خدمات كثيرة جدا، وروايات نازلة على مستوى عالي جدا. في دليل لكل حاجة، ناس بتشرح، ناس بتدي دليل ورقي ان القسم ده فيه كذا، تقدر تقرأ عن القسم ده كذا، في حاجة تانية. انا شايف مؤلفين الكتب حاضرين بكثافة جدا، كل حد، دي حاجة جميلة جدا، بتشجع الناس انها تقرأ، بتديهم معلومات بما انهم اكثر افادة في المجال واكثر خبرة يعني. طبعا هو السنة دي لما اتنقل بقى هنا في التجمع بقى احسن بكتير طبعا، والتنظيم تحفة، والاقبال بقى اكتر من الاول على المعرض. الحقيقة بقى لي متغرب، بقى لي مدة طويلة، ودي أول سنة أقدر أحضر فيها المعرض، كان دايماً أبقى عامل، فكنت حاجة من ضمن سعادتي الكبيرة جداً، وكمان من سعادتي الكبيرة أن أنا مشارك في المعرض ده بكتاب بيلخص تجربتي في الحياة اسمه ربع قرن جميل. بالتنسيق بين وزارتي الأوقاف والثقافة بنطلق سلسلة بإذن الله ستكون علامة فارقة في مجال التثقيف الديني، هي سلسلة رؤية للفكر المستنير. سلسلة رؤية للفكر المستنير صدر منها إلى الآن إلى وقت الحديث 7 أعداد، وتتتابع. نؤمل أن نصل خلال هذا العام 2020 إلى 20 عدد، وأن نترجم هذه السلسلة. أنا سعيدة بهذه الجائزة الحقيقة، لأنها بتقول إن إحنا في قصة قصيرة موجودة بقوة، فيه من الأجيال المتنوعة دخلت، في أيضا محمد جبريل وهو الروائي بيفوز ايضا بالقصه القصيره. مهم طبعا ان احنا ان في مبادره من الدوله لتشجيع وتدعيم الناس اللي هم بيكتبوا في الابداع، وخصوصا مجال العلوم الانسانيه اللي انا باخد النهارده الجائزه بتاعتها. مهم ان احنا نطور وندعم المعرفه بتاعتنا والمناسق المعرفه بتاعنا، لان ده مهم جدا لرفعه اي مجتمع وتقدمه يعني. احنا قدام مجموعة قصصية بتتكون من 10 قصص. في الحقيقة هو لو في سمة أساسية في الكتاب فهو التنوع، يعني كان في تنوع على مستوى الأفكار وعلى مستوى الشخوص وعلى مستوى الأعمار الخاصة بأبطال القصص 10. ثورة الحمير وهي القصة الأخيرة والعاشرة في المجموعة، هي قصة بتدور حوالين شخصيات يعني فانتازية، مجموعة من الحيوانات، وده سمة مختلفة أو قصة واخدة خط مختلف عن باقي القصص 9 الأخرى اللي هي بتتناول زي ما قلت لحضرتك قضايا اجتماعية متنوعة، السرطان أيضا ومحاربي السرطان، فرح بطلة قصة الحب الأزرق هي مريضة سرطان وبنشوف إزاي بتكافح هذا المرض اللعين، فمجموعة من القضايا المختلفة بتتنوع في القصص 10. واحد بيفرح في ظل المهنة في مصر تعرضت لضربة شديدة جدا، أحد معالمها هي تراجع مستوى الكتابة ومستوى الحرفية، فلما بتلاقي حد بيعرف يكتب بتبقى فرحان كأنك لقيت هدية كبيرة جدا. إمام حقيقة من النوعية، أنا قريت له بعض المقالات، بعض الحاجات الصحفية، لم أقرأ الكتاب حتى هذه اللحظة للأسف الشديد، لكن المستوى اللي أنا شفته في اللي بيكتب بيه هو حاجة مبشرة وحاجة كأنك لقيت هدية. طبعا حاجة مشرفة لينا كصحفيين إن كاتب شاب في سننا عنده 30 سنة يكون قادر إن هو يخرج بأول مجموعة قصصية لي. كمان هو كان عامل حاجة حلوة قوي، هو كان من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كان بياخد رأينا كصحفيين زمايله في شكل الكفر، في اسم المجموعة القصصية، فهو يعني كان حابب ان احنا كمان نشاركه الخطوة الأولى بتاعته دي.